في كلمتين. نص نهار وربع على مواجه إكسبريس FM. أهلا وسهلا بكم الناس الكل تسمعوا فينا بيان سور على 103.6 في تونس, 104 في صفاقس, وعلى الراديو إكسبريس FM.com سيت ويب متاعنا بيان سور. تنجموا تتابعونا اون ستريمينغ. ضيفنا اليوم سي حبيب الشيخ, المدير العام للخزينة العامة. مرحبا بك سي حبيب. بارك الله فيك. أول مرة الخزينة العامة وأنت تكون ضيف في إكسبريس FM, باش نحكيه على عملية هذه التعويض وإنهاء العمل بالأوراق النقدية. بالنسبة للمرة هذه قلتوا باش تقوموا بتعويض أوراق نقدية ذات 20 دينار و 50 دينار بداية من شهر ديسمبر ذهلي, والتخلي على الورقة النقدية ذات 30 دينار. بالنسبة لتعويض الأوراق النقدية متاع 20 و 50 ألف, شنو مشكلتهم؟ الورقة النقدية متاع 20 دينار فيها معناها, والورقة النقدية متاع 20 دينار 1992, والورقة النقدية متاع 50 دينار 2008. في العشرين دينار فيهم دو فيرسيون معناتها؟ لا, في العشرين دينار ثم كان هذه البنفسجية اللي هي 1992. هذه معناها فيها معناها رموز النظام السابق, معناها كان نشوفوا القفان نلقاو معناها بالواضح معناها رموز النظام السابق, معناها مكتوبة معناها بالكبير سبعة فهمتي, وهذا وزاد تاريخ الإصدار متاعها معناها 7 نوفمبر في الوجه, وهذه معناها تم تبديلها ابتداء من أكتوبر 2011, ومش يتم سحبها من التداول معناها من 3 ديسمبر 2012 جاي 2012 تسحب من التداول, معناها البنوك اللي تجيهم الورقة هذه متاع 20 دينار هذه البنفسجية ما عادوش يخرجوها للحرفاء متاعهم, يرجعوها للبنك المركزي التونسي. والحرفاء اللي عندهم الورقة هذه بعد معناها إذا ينجموا يمشوا البنوك متاعهم يبدلوها, أما بعد 31 ديسمبر 2012 ديما تقعد معناها تتبدل في البنك المركزي التونسي في الفروع وفي المقر الرئيسي حتى 31 ديسمبر 2017, دونك عطينا 5 سنين. 5 سنين باهي. والخمسين ألف زاد كيف كيف بالنسبة للورقة اللي نتاع 20 ألف زاد كيف كيف, نفس كيف كيف فيها نفس الوضعية, رموز النظام السابق موجودة دونك.